احنا اللي هنا سكان بلديه تنقاد رانا نضرينا من هذا الشيء، ورانا في الشهر شهر رمضان المعظم نطالبوا السلطات يديروا لنا حل. راهم كاينين حوايج، كاينين حوايج ما يتقبلهمش العقل. نطالب بتدخل السريع ضد هذا المنكر، فان هذا منكر كبير. نحن اليوم في تظاهرة أو في وقفة احتجاجنا في احتجاجية نطالب فيها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة. حبسونا البارلور، حبسونا البارلور تاع الأذان وتاع المسجد، ومداروا لنا النوتر بارلور تاع مزمار الشيطان قصبة والعياذ بالله. نحن الآن في وقفة احتجاجية أمام فندق الكاهنة ضد ما يحاك داخل هذا الفندق من انتهاك لحرمة رمضان، ونطالب من السلطات المعنية والأمنية أنها تتخذ كامل الإجراءات ضد هذا الفندق.